تعرف انا حاسس بايه؟ ايه؟ الناس دي هتخلص علينا. ازاي؟ الحكايه دي دايما بشوفها في القضايا السياسيه الكبيره المتلفقه، عشان محدش يسالهم لفقتوا القضايا دي ليه؟ يقوموا يلبسوا المتهمين لبس عادي كده وياخدوهم في حته فاضيه في الصحراء في الطل ويصفوهم. يعني ايه صفوهم دي؟ يعني خلصوا عليهم يا سالم. يا ريتني ما سالت، يا ريتني ما سالت. انت بتهزر يا محمود، انت بتهزر صح؟ دي لعبه وياما بتتلعب. يقول لك تم اطلاق النار عليهم اثناء هروبهم، وبكده يدفن سر القضيه مع اللي اتقتل. انت بتتكلم عن جوز فراخ يا محمود؟ لا، انا بتكلم على جوز بني ادمين محترمين واخدين حقوقهم. يا عم قوم بص لنفسك في المرايه، في فرخه تاكل العلقه اللي انت كلتها؟ الحقيقه لا. بس لا، انت بتكبرها، انت من عيله مخها بايظ اساسا وبتكبر المواضيع وبتعمل من الحبه وبه. انا عارف انا هعمل ايه. انا هروح قدام الباشا وكيل النيابه، هقول له سعادتك الاعترافات المكتوبه دي كلها كانت تحت تهديد قلع البنطلون، يعني الكلام ده كله كذب، فالباشا هيصدقني وهنطلع من القضيه دي زي الشعره من العجين. طيب انت حر بقى، عايز تضحك على نفسك براحتك، بس اقنعني الاول. اذا كان الضابط قاعد جوه بقاله ساعتين عمال يهددني ويقررني ان انا حاولت اقتل رئيس الجمهوريه، يعني قضيه ارهاب، والقضايا اللي زي دي بتروح محاكم عسكريه او نيابه امن دوله، ورشيد لا فيها دي ولا دي. ضيعتنا يا سالم. طب ما يمكن عرفوا غلطتهم وعرفوا ان احنا مالناش دعوه بالموضوع ده. تصدق زادي فاتتني. اقول لك، انت عارف الضابط وهو بيكتب المحضر الاداه جدا، فالقلم اترعش في ايده ودموعه غرقت الورق، وكلم امه قال لها مش هظلم حد تاني، وبكره يما هنروح نطلع نعمل عمره. انت عايز تجيب اجل يا سالم؟ يا جدع ارحم امي بقى، ارحم امي. انت عايز مني ايه؟ المركب ولعتها، عايز تحرق دم امي؟ انا دم امي محروق، انا دم امي. الله يلعن ابو صحبيتك يا اخي. وانت يا ابني تعترف عليا بالكذب وكمان بتزعق؟ ده ايه البجاحه دي؟ ده روح انا بوعيك.